وقد يتساءل بعضكم أو بعضكم ما هذه السلقلقية؟ يقول فأيقن أنه لسلقلقية. هناك حديث، وهذا الحديث من جهة الإسناد على مبلغ علمنا أيها الإخوة، على ما قرأنا للأئمة والحفاظ لا يصح، فيه مجاهيل، لكن لعله صح عند الشافعي، أو لعل المعنى صح عنده، أو لعله أراد فقط أن يتأثر المعنى. يروى عن ابن عباس، هذا نبأ السلقلقية رضي الله عنهما، أن امرأة أتت أبا الحسن عليه السلام فقالت له: إني لأبغضك ولا أحبك. امرأة هكذا، لعل عليا قتل أباها أو جدها أو عمها أو ابنها من الظلمة الذين تصدوا له وحاربوه مبطلين. وعلي تقريبا باتفاق كل أهل الحق في هذه الأمة مصيب في كل حروبه، في الجمل وصفين والنهروان، عند معظم علماء الأمة على الإطلاق لا يخالف في هذا إلا منكود مدعوس، مصيب في كل حروبه، لم يخطئ في حرب واحدة، دائما كان الحق معه عليه السلام، في الجمل وفي صفين وفي النهروان. نعم. قالت له: أنا أبغضك ولا أحبك. قال لها: فأنت إذن سلقلق. فأنت إذن سلقلق. قالت: وما السلقلق؟ قال لي رسول صلى الله عليه وسلم، أي مرة أو ذات مرة، يا أبا الحسن لا يبغضك من النساء إلا السلقلق. فقلت: يا رسول الله، وما السلقلق؟ قال: التي تحيض من دبورها، منحرفة الطبع والخلقة، وإلى الجو لا ينحرف عن آل البيت، لا يستشعر الانحراف فضلا عن البغض لآل البيت، إلا منحرف مطعون، إما في رجولته، إما في إيمانه، إما في طبيعتها، إما في خلقه، إما في شخصيته، لا يكون شخصا طبيعيا. أنا أقسم بالله على هذا، لا يبغض عليا وأهل البيت رجل أو امرأة يكون طبيعيا. عشاق المجد، عشاق الكمال، عشاق الإيمان، عشاق المعاني العالية، يهيمون عشقا بأهل البيت، حتى غير المسلم أيها الإخوة، حتى غير المسلمين أيها الإخوة، يهيمون عشقا في علي وفاطمة وأبنائهم وذرياتهم، عشقا، لأنهم يرون عندهم ما لا يرى عند غيرهم أيها الإخوة، نمط وحده. تقولون: لا نفهم. نعم، لا جرم أننا لا نفهم، لأننا لم نتعلم ولم نتربى أيها الإخوة على حب آل البيت، لا نكاد نعلم عنهم شيئا، فنستغرب من هذا الكلام. لما وفعلا لما نصلي عليهم في الصلاة؟ يعني لما هم بالذات يعني ولي صلى على محمد وآل محمد؟ لا نفهم أيها الإخوة، لا نكاد نفهم، لذلك لا نغضب لهم، لا نحزن لمصائبهم أيها الإخوة، ويمكن أن نحب أعدائهم تماما وندافع عنهم.